يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لأجل السياحة فقط، فهل يجوز للإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفار لأجل العمل وطلب الرزق ويجلس هناك لمدة سنوات؟ أي نعم، إذا كان ما وجد عمل في بلاد المسلمين له أن يسافر يطلب الرزق ولو في بلاد الكفار مع تمسكه بدينه. نعم، أما إذا وجد عمل في بلاد المسلمين فلا يذهب إلى بلاد الكفار علشان طلب العمل، نعم، أو طلب الرزق. نعم.